وفي نفس الوقت ما تنساش في نفس الوقت لعيبه النادي الاهلي عارفين ان هم خلصوا بطوله وخدوها بطوله مهمه جدا لجمهور النادي الاهلي، لكن ايضا في مباراه غايه في الاهميه، هي مباراه تحصيل حاصل، يعني مش هتقلل ولا هتزود في اي حاجه في بطوله الدوري، خلاص البطل حصل، النادي الاهلي بطل الدوري، نادي الزمالك المركز الثاني، بيراميدز المركز الثالث، لكن في نفس الوقت هي بطوله خاصه مع نادي كبير زي نادي الزمالك، مهمه قوي ان شاء الله ان انت تكسب. واضح تركيز اللاعبين على هذه الجزئيه والجهاز الفني كمان، ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يفوز في مباراه الزمالك.